اهلا بحضراتكم من جديد. طيب كنا بنتكلم على شريف وادائه في المباراه وعودته. شريف الحياه مشاركته وتسجيله كان محل اهتمام عدد كبير من المحللين ونجوم الكره القدامى. الكابتن محمد فضل كمهاجم كان له راي في هدف محمد شريف. انا عاوز ابص على محمد شريف، حضرتك بص على محمد شريف وقفشه بيشوط، وقفشه بيشوط محمد شريف، هو خلاص هيروح يعمل فولو. نعم. فاخد خطوتين وبعدين قام واقف ما لقى ان عشان الاوفسايد. بص حضرتك ركز، هو رايح بالظبط، هو رايح خلاص رايح هيعمل فولو وبعد كده وقف. نعم. ان خلاص عرف ان قفشه مش هيشوط، وقف عشان الاوفسايد. بص حضرتك ثبت والسلايه بيشوط هتلاقيه اتحرك. نعم. هو ده الفيرود، الفيرود ان انا اعمل فولو. بص حضرتك سبق خلاص جول، فده الفيرود. محمد شريف بيتحرك كويس، نازل عاوز يجيب هدف، باين ان هو نازل عاوز يجيب هدف. من هنا الهداف عمله صعبه وعمله نادره زي ما بنقول. ده فيرود مميز جدا، بيقيم فيرود مميز جدا في تحركاته، وازاي ان هو ظبط نفسه عشان ما يقفش اوف سايد، وفي نفس الوقت يبقى عنده زمام المبادره ان هو اول واحد يوصل للكوره تحسبا لارتدادها. الحقيقه فضل ومتعب محللين لا بسنس عالي قوي، فنيين يعني انا بحييهم عليه بجد، بيتكلموا بنواحي فنيه، ده الكلام اللي تاخد منه وتشتري وما مش وجهات نظر بالظبط، ده بيتكلمك على حقائق قدامك بتتفرج عليها. صحيح. وبخبرات المخضرمين اللي عاشوا المواقف دي. ايوه. طب اللي عاش الموقف ده واللي دخلت فيه الكوره الزنفولي حارس مرمى البنك، نشوفه. هل عدم وجود شريف من البدايه زنفوري يريحك انت شخصيا؟ شريف لعيب كويس ولعيب سريع وبيلعب في دماغه كويس، يعني فيرو كويس، بيعرف يجيب جون، بيستغل كل الفرص اللي بتجيله. لما نزل غير رتم المباراه خالص للنادي الاهلي، وهو مش موجود بيريحك ان انت مفيش خطوره معافر على الكور العاليه، فبتريحنا انا. لكن الشوط الثاني هو مقرف، يعني لعيب، يعني لا مؤاخذه في اللفظ، يعني هو مقرف في كل كوره بيحاول عليها، فبيخليك حذر شويه في الخروج بره المرمى. يعني راي مهم. الجون بقى شعور الراجل اللي هيلعب على شريف ده واللي هيتعامل معاه ويتعامل معاه، قال لك انا كجون ده فرود مقرف ليا. ده مهم. ده مهم ان ده يبقى احساس المنافس اللي هو هيتصدى لتحركات شريف ومحاولاته. لكن ايضا عايزين نشوف بقى مدرب، هي كمان جزئيه ان انت تطرح شريف بديل لتاو، في تاو يبقى ما فيش شريف. طارق العش قال لك مين قال كده؟ ده اللي انا مهتم بيه. خد راي مهم قوي لكابتن طارق العش. يبقى عندي بيرستاو وعندي شريف، بقى عندي اثنين يستطيعوا يتعاملوا على المرمى بشكل كويس. نعم. ان هم يستطيعوا من انصاف الفرص يرجعوا كفتي. صح. فانا بزود القدره الهجوميه وكمان ما بعدش شريف، لان احنا لاحظنا لعيب الجونه لما جه النادي الاهلي شريف كان بيلعب وبعدين لعب فبعد عبال ما رجع راس الحربه اسمه بوليا، عبال ما رجع شريف خد وقت كبير جدا، بل بالعكس هو بقى شريف اصبح هو الراس الحربة الرئيسي. بالظبط. فانا عاوز ابني على كده. انا كسبته وعايز ابرس تاو بشكل كويس انت جدا. انت عايز تقول يعني ما ننساش شريف سوستون؟ طبعا طبعا لازم طبعاً. انا ازود يعني، انا قصدي ان هو طالما اللعيب عنده مرونه تكتيكيه، انا ازاي استغل المرونه التكتيكيه دي لصالح الفريق. شوف طبعا كلام مهم جدا وكلام فني، الاثنين بيدوني ميزات. ده وانت كويس انك قلت قنابل في تحت دكة الاهلي. ليه؟ الناس عايزه تحول الميزه دي باي طريقه وبمنتهى الالتفاف على الحقائق، ان تبقى مشكله بدل ما تبقى ميزه عندك تبقى مشكله. وهنا انا عايز اكلم شريف. روعه شريف مش بس الناحيه الفنيه. كنت اشوفه من اول يوم جه ان كان عنده شخصيه لذيذه، سلس، عنده براءة، نفس بريئة. فكان بيتعامل مع المواقف بهذه البراءة. اوعى يا شريف تفقد هذه البراءة، اوعى حد يوصلك انك تزعل، اوعى تقول هص، اوعى تقول مش شايف، اوعى تقول مش سامع. خليك شريف البسيط الجميل المخيف للمنافس، لكن المحبوب من زمايله والمحبوب من الوسط.
دي جزء من قوتك وجزء من شخصيتك لا تفقدها. شأنك شأن قفشه، شأن لعيبه كتير، كل واحد هيجي له في ميعاده. الميزه اللي انا احب انه ينميها في نفسه. انا دايما اقول ملاحظاتي في حته تبدو ودي مالها مال الملعب، لا دي مالها قوي قوي بالملعب. صدقني اوعى تفقد البراءه.